مفيد فوزي يقلب دفتر أيام المهندس حسب الله الكفراوي. البلد غرقت. كان البلدوزر على حق في إزالة مزرعة الفنان أحمد مظهر. سر ظاهرة انهيار العمارات في الفترة الأخيرة. يوم عزمته على الانتحار من فوق برج الجزيرة. الدولة اللي ما يكونش عندها الرؤية لبكرة تروح في 60 داهية. شهادة للتاريخ. السادات كان بيرضع سياسة. قلت حضرتك عمر الحشيش ما يطلع دشيش. لأي حاكم قادم أقول أهل الخبرة أهم وأهم من أهل الثقة. لما أقول لك سؤال أي. تبقى إجابتك محددة. أقولها وأمري إلى الله. مصر اتحلبت حتى نزفت. أنا هقول لك على فزورة وحلها أنت لوحدك، أنت والمشاهدين بتوعك. المهندس حسب الله الكفراوي للمحاور مفيد فوزي في مفاتيح، الخميس 10 مساء على دريم 2.